فيتم اصطيادهم وتدمير موطنهم بسبب التعدين والزراعة. الغوريلا ذكية للغاية، وهي لا تستخدم الأدوات بقدر ما تستخدمه الشمبانزي، ولكن شوهدة الغوريلا البرية تستخدم العصية لقياس عمق المياه، والخيزران كسلالم لمساعدة الصغار على التسلق. وقد شوهدت الغوريلا مؤخراً لأول مرة وهي تستخدم العصية لأكل النمل دون أن يتم قرصها. التمييز بين أفراد الغوريلا: مثلنا تماماً، يمتلك البشر بصمات أصابع فريدة، لكن هذا ليس مفيداً كثيراً لتحديد الهوية في هذا المجال. والأكثر فائدة أن للغوريلا أيضاً بصمات أنف فريدة، ولكن بصرف النظر عن النزاعات بين الغوريلا الفضية، تميل الغوريلات إلى أن تكون عمالقة لطيفة، نادراً ما يظهرون قوتهم الكاملة.